بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل محبي ومتابعي مشروح. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعلم كيف يمكننا جدولة مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب. فقد يحدث أحيانا أن نصادف بعض الفيديوهات بالصدفة ونرغب في مشاهدتها، لكننا لا نملك الوقت لارتباطنا بمواعيد معينة أو بأعمال معينة. بطبيعة الحال يمكن إضافة هذه الصفحات أو الفيديوهات إلى الصفحات المفضلة لمشاهدتها لاحقا، لكن هناك طريقة أفضل يتيحها اليوتيوب نفسه، وتتطلب أن تكون فاتح لحسابك على الجيميل. إذا كل ما عليك فعله بعد اختيار الفيديو المراد مشاهدته لاحقا أن تضغط على هذه الأيقونة علامة الساعة، كما تلاحظون بمجرد الوقوف عليها تظهر كلمة مشاهدة لاحقا. نضغط عليها تظهر علامة الصح، دليل على أن الفيديو تمت إضافته إلى الفيديوهات التي سوف تتم مشاهدتها لاحقا. ولمشاهدة الفيديوهات التي قمت بتخزينها لمشاهدتها لاحقا فقد تضغط على هذه الأيقونة، أو يمكن أن تجدها في الجانب الآخر بحسب اللغة، فقد تضغط على الأيقونة هكذا ثم تختار آخر خيار مشاهدة لاحقا. إذا كما تلاحظون يعطيك هذه الصفحة فيها الحلقات التي قمت بتخزينها لمشاهدتها لاحقا مرتبة من الأحدث إلى الأقدم. هذه هي الحلقة التي اخترت قبل قليل التي سبق وشرحت فيها معنى إلغاء تجزئة القوس الصلب عن طريق برنامج ديسك سبيد أب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح دوت كوم، كما لا تنسى الاشتراك في قناتيه الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتتوصل بجديد القناتين معا. كما أدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وجوجل بلس، وأسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح دوت كوم وأيضا أسفل الحلقة على اليوتيوب. إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.